ده 140. اهلا بيكم في قناتكم يا ناس الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ هنلف في المعموره. المعموره طبعا شوارع كتير، ومنها المعموره البلد، ومنها المعموره الشاطئ. هنا يعني تقريبا معموره كفر كده زي ما احنا شايفين كده. الشارع اللي قدامنا ده كده شارع الاداره، والشارع ده لما بندخل منه بنبقى عنده طرف طرق كده، تقاطعات كتيره كده على يمنا المستشارين وكده. الشارع اللي احنا فيه ده شارع 25، وده من اشهر الشوارع. اما لو كنا شمال كده فهيكون شارع 16، اللي هو كده 16. تمام، زي ما انتم شايفين بقى جو تلج تلج تلج، يعني كلمة تلج قليلة حرفيا. هنمشي مع بعض بقى ونشوف شارع 25 اللي هو اشهر شارع في المعمورة ده في ايه بقى، واشهر شارع كده ليه مستوياته. خليكم معايا وما ننساش بقى اللايك والشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واكتبوا لي تحت في الكومنت عايزين فيديوهات عن ايه. ماشيين كده بقى شايفين السما لونها تحفة، وقت مغربية ووقت حلو جدا. نبدأ بقى نلاقي محلات فريسة أو ده محلة، هنلاقي بيوع بيبيعوا فواكه وخضار، هتلاقوا حاجات محلات ملابس، محلات فخمة وشيك. شارع 25 من اشهر الشوارع المعروفة، يعني انتوا لو ركبتوا بقى اي حاجة نازلة على ابو قير، اي حاجة من محطة مصر، من المنشية، من على البحر، من على البحر هيقول لكم اخركم المنظرة، تنزلوا المنظرة، ومن المنظرة تنزلوا وتاخدوا حاجة، تنزلوا فتحة الادارة نازلة ابو قير، وبتنزلوا بقى في المعمور عند فتحة السنترال، وبعد كده بقى بعد ما تنزلوا بتاخدوا توك توك يوصلكم عند شارع 25، اسهل لكم. في ناس تقدر تمشيها تمام حلو لذيذ، اللي ما يقدرش ياخد توك توك لحد 25. 25 بقى شارع برضو حيوي جدا للي هو حابب ان هو يعني مثلا يأجر او يعمل اي حاجة من الحاجات الشقق يعني، او يملك او كده. فالشارع بيكون حيوي وفيه حاجات كلها اللي محتاجينها، اللي سواء اللي هي بتاع المجمدات او الاسواق، الفراخ، سوبر ماركت، بقالة، عطارة، أي حاجة من هذا القبيل. ماشيين مع بعض بقى في الشارع ومتابعين كده مع بعض. روايح بقى بخور وحاجات تحفة، وبتوع كتاشي. الشارع على الجنبين طبعا الايام اللي فاتت كانت ايام صعبة جدا يا جماعة، مش قادرة اوصف لكم ازاي. يعني الدنيا كانت برد وتلج، شايفين المية اللي في الارض عاملة ازاي، المية مغرقة الدنيا حرفيا، يعني تقريبا بتبطل حاجات بسيطة وترجع تاني اشد من المرة اللي قبلها. الواحد كان ما بيلحقش يعني يرتاح او كده، ده غير بقى ان في اصوات رعد قوية جدا كانت بتحصل بالليل، يعني كانت بتهز الدنيا كده، الصوت جامد جدا وقوي. طبعا غير البرق بقى والحاجات التانية دي، وكان في تلج بينزل يعني عادي، يعني كان هو معتاد. هنلاقي كمان هنا اشهر محلات، محلات الساهر برضو ليها كذا فرع في كذا حتة فاتحين هنا هون برضو. وكمان هنلاقي خضار، خضار واقفين،
الحاجات اللي الناس بتحتاجها على طول، وكرومبو والمبيت والكلام ده كله برده. يا ريت تكتبوا لي في الكومنت بتتابعوني منين والجو عندكم عامل ازاي، يعني الله يكون في عون الناس بصراحه اللي بقى في الحتت الثلج زي كندا والحتت دي، يعني زمانهم دلوقتي اتجمدوا حرفيا، الله يكون في عونهم. شارع جميل وحيوي ومليان كافة شيء كله حلويات بصراحه، غرقان طبعا من المطر. تيشيرت ب200 في حاجات 175 وعاملين عروض كمان وحاجات حلوه، كان العيش وفرن العيش. كان هتلاقوا في ناس هنا بتعدي بقى بعربيات تبيع خضار برضو علشان لو في ناس كبيره مش قادره تنزل ساكنين يعني يقدروا ينزلوا السبت، او عموما في التلج ده في ناس كتيره ما قدرتش تنزل فتنزل السبت والخضار بقى بتاع الخضار يحط لها اللي هي عايزاه. فسخيني برضو للناس بقى اللي بيحبوا الفسيخ والرنجة والبطارخ والملوحة والحاجات اللي التقيلة دي، وبتاع بقى أكل قطط وكلاب وحاجات دي برضو والعناية بيهم يعني والكلام ده. طوابيات بتوع بقى كهربا الناحية كمان التانية، يعني فيها حاجات برضو نفس الشيء من على الناحيتين. آخر الشارع ده بقى كده هنكون وصلنا عند مكان بياخدوا منه مشاريع بقى ينزلوا بيه للمعدية، ينزلوا بيه كفر الدوار، ينزلوا بيه للأماكن القريبة يعني اللي هو في الريف وكده. طبعا الايام اللي احنا فيها دي ما شاء الله ايام كلها خير وبركه،
نحاول قدر الامكان. طبعا عدى 13 وال14 وال15 الايام البيض الثلاثه اللي في شهر رجب، نحاول بقى لو قدرنا اللي عنده مقدره ما يفوتش الاثنين والخميس يصومهم، ان شاء الله يكون فيهم فضل عظيم. واحنا بس الحاجه دلوقتي كلنا ان احنا نجمع حسنات قدر الامكان، بقى وصيني واياكم يعني. كمان الصدقات برضو مهمة، احنا عارفين ان لو العبد مثلا اتقاله ان هو يرجع تاني فهيرجع علشان عاوز يعمل صدقة. هتلاقوا حضانات، هتلاقوا مكاتب تسويق عقاري، هتلاقوا بتوع خشب، بتوع المونتيل، يعني بإذن الله مش هتحتاجوا حاجة غير ما تلاقوها، مخبوزات والكلام ده كله، محمصة. يعتبر شارع عمومي ورئيسي وزحمة كده زي ما احنا شايفين. وهنا بقى زي ما قلت لكم بتبقى المشاريع هناك كده تحت الكوبري اللي هناك ده، تقدروا تاخدوا منها تروحوا المعديه او كفر دوروا زي ما قلنا، والحاجات دي اللي هو بقى المناطق الريفيه القريبه من اسكندريه. كده بقى احنا خلصنا ال 25 اهو، كده اتخرجنا منه من المكان ده. وهنا بقى هنلاقي المعمورة اللي هو الصف الموازي للصف ال 25، يعني كده ده ال 25 ده الموازي ليه بقى اللي هو قدام سكة القطر على طول، دي سكة القطر بقى. هو في قطر تقريبا جاي، استنوا ما نشوفه اهو جاي من بعيد. ده قطر رشيد ده اللي جاي هناك يا جماعة. قطر رشيد ده بقى بنركبه برضو ونروح المعدية او نروح رشيد، بنروح برضو على كفر الشيخ، بننزل محطات ونعمل تبديل بينه وبين قطر تاني. شفتوا يا نهار ابيض، شفتوا البرق اللي ضرب ده؟ يا نهار ابيض. على كده بقى، على كده طول الوقت يعني، برق ورعد على طول كده في غمضه عين، الواحد حتى ما بيلحقش ان هو ياخدهم. يعني صدفه ان هي جت ظهرت معاكم كده في الفيديو، يا رب تكون كانت واضحه ولحقتوا شفتوها. سامعين الصوت ده؟ كده مش ولا حاجه يعني، انا اعتقد ان انتوا مش سامعينه هنا في الموبايل، هو مش واضح زي ما هو.
غير ان طبعا كان في اصوات اقوى من كده الاف المرات كده. الدنيا خفت وبدات الدنيا تكون ادفى وتبقى اهدى وكل ده كل ده مستنيين الاستاذ قطر لما حد ما يعدي. خلي بالكم بقى اللي بيعدي اي سكة قطر خلي باله الصوت عالي قوي. مخيف وجميل بس كده. ولما نعدي سكة القطر دي برضو بعد السور برضو في ناحية تانية للمعمورة برضو جوانية. وكل ما تدخلوا بقى جوه كل ما اعتقد ان الاسعار هتكون اهدى واحسن. طبعا في شارع 25 مكاتب سماسرة كتير تقدروا تسألوا برضو وتتأكدوا منهم وتعرفوا. احنا كده في طريق الرجوع بقى. حصل برق ورعد برضو تاني بعد ما قفلت الكاميرا. يعني مش عارفة القطو مش لحقة. هو بيحصل في غمضة عين. كمان عاوزة اشكركم على كومنتاتكم الحلوة حقيقي. يعني الكومنتات دي بتفرق معايا وبتشجعني. وكمان مش عارفة اقول ايه بس متشكرة جدا وجزاكم الله كل خير. سوبر ماركت كبير اولاد رضوان ده برضو تقدروا تختاروا اللي انتوا عاوزينه وتنقوه. كمان في كازيون وكوتونيل وفي اورنج وفي فرع اورنج يعني فرع اتصالات برضو. مش عارفه في ناس بتتكلم في وداني تقريبا. طماطم ب8 جنيه وفي ب10 وفي عند حد قدام كده ب7.5. بس طبعا بكل واحد بيختلف عن الثاني. برضه هنا في جراج ومغسلة علشان اللي حابب ان هو مع عربيته ومش عارف هيركنها فين. فالناس بتركن كده في الشارع زي ما انتوا شايفين وفي ناس بقى تحطها في الجراج اللي فات ده ومغسلة في نفس الوقت. انا عايزاكم تخليكم لاقطين السما. يعني القطو معايا السما شايفين عامله ازاي. في الوانات بصوا تحفه ازياء والوانات. بحس ان الناس ماشيه في رجلي يعني شويه وهي مش عارفه. الشارع كبير وفي ناس بتضايق كل الناس بطريقه بتضايق كل الناس. مش عارفه انا بقول ايه اصلا. ما علينا.
مكتبة وفي محل بتاع أدوات ميك اب برضو. مكان ده لسه ده 140، ده 190، 90 واللي فوق ده نعمل 100. في حاجة تانية من الزينة نزلت ولا لسه؟ دي ليه خمسة دي ولا بكام؟ اللي هي فرق 15. ماشي. والفانوس اللي ده عامل 100، ده بيطلع صوت 100 وده بيطلع صوت، وده ب40. ده ب40 قلت على متر القماش اللي احنا بنعمله في رمضان خدادية او مفرش الترابيزة، لقيته عامل 35. زي ما شفنا كده بدأت حاجات رمضان تنزل وتهل علينا. ربنا يبلغنا رمضان يا رب ويقعد علينا الايام بخير احنا وانتم. الحاجات فوانيس عاملة 40، ده اللي هو عادي بقى خشبي كده، وفي فانوس عامل 90 اللي هو من القماش بيبقى جواه لمبة، وفي فانوس عامل 140 اللي هو بقى بينور وكده. يعني حاجات متنوعة. فهتلاقوا برضو بتاع محل برضو ألعاب أطفال عشان تفرحوا أولادكم، وفي محلات اهو زي ما احنا شايفين عاملين عروض. السويت بانس عامل 145، وفي 175، ومية خمسة وتسعين، وميتين خمسة وتسعين ده لسه فوق بقى اللي هو السويت شيرت. قطع سجاد برضو، والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني كفت شيء بتاع موبايلات المكان مش ناقصه حاجة، وفي شهد الملكة، في جزارة. احنا كده وصلنا لنقطة الصفر تاني من وقت ما بدأنا الشارع. ادي هو ورجعنا تاني عند تقاطع الشوارع مع بعض. المستشارين على يمين و 16 على شمالنا، وقدام على طول زي ما احنا ماشيين كده هنفضل ماشيين، ده هيكون شارع الإدارة. شارع الإدارة وانا جاية برضو كان فيه محلات، ولكن مش محلات كتير، يعني هي اللي هي برضو تقضي الاحتياجات. بصوا شفتوا البرق اللي نور ده؟ مش عارفه خدتوا بالكم ولا لا. يعني عملت لكم في المونتاج وعملت لكم ووصلت لكم ازاي الصوره بتبقى عامله، هتلاقوها بتاع خلاطات حنفيات اوكر بيبان الكلام ده. هنا الشارع بقى مفترق طرق، ففي يعني زحمة غير طبيعية، في عربيات داخلة وطالعة من كل حتة. فخلوا بالكم لو معاكم ولاد أو حاجة، خلوا بالكم جدا. والدنيا كمان بقى مزفلطة ومزحلقة، فده بيزود الموضوع. ده كده شارع الإدارة. خبر أبيض على المطر، المطر عنيف جدا بقاله كام يوم. يعني زي ما احنا شايفين كده، شايفين المطر هما صايبة النافع. ده غير بقى التلج وغير البرق والرعد والأصوات.